خليل شنو احوالك؟ مرحبا بك ساعه سي تسبيرونس دو تونيس كونيت بيك عايش شنو احوالك؟ الحمد لله صافا بعد البليسور احكي لنا على البليسور قدر ربي هذيك هي حبيت نونتيسيبي على الكورة نزيد شوية سيفتي جامدة ان شاء الله مش حاجة كبيرة ان شاء الله تتم مش تعمل ان شاء الله ممكن راهو ان شاء الله بعد 48 ساعة ان شاء الله حاجة خفيفة ان شاء الله